اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسنا. برنامج نفسنا برنامج النساء الاول في مصر والوطن العربي و كوكب الارض كله. وزي ما احنا معودينكم دايما ان حلقة نفسنا دايما فيها فقرات جميلة ودمها خفيف. فقراتنا النهاردة ممتعة وشيقة، وهي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن لو جوزك شخصية كرتونية تحب يبقى مين؟ انا بقى هناسب اكبر رياضي في الكرتون، كابتن ماجيك. تعملي ايه مع الراجل الكسلان؟ بس يعني طب ممكن بس اللي أبقى هتشغليه. لقاء مع سامح عامر. ندري ندي فانين بليروم سونورو سان ما اورو نافيراني بين ميدي مويونورو. واول فقره في حلقتنا النهارده، لو جوزك شخصيه كرتونيه تختاري يكون مين من الكرتون؟ يعني نفرض مثلا واحدة طول عمرها مدمنة مجلات ميكي، عايز تتجوزي مين في مجلة ميكي؟ عايز تتجوزي تنتان؟ عايز تتجوزي مين؟ واحدة مثلا حبت عم دهب. عم دهب طبعا ماشي بالقرشينات بتوعه الدهب وشويل الدهب، بس هو أهم حاجة عنده الجنيه بتاعه بتاع الحظ. فتخيلوا بقى لما تفتحي بقى المغارات بتاعت عم دهب اللي هو جوزك اللي هو، هتلاقي شويلة ده. عيشي بقى، خدي بقى كل واحد كده وروحي فكيه ووزنيه وحولي لي فلوس واشتري لبسي واشتري هدوم وحطي بقى في بنوك سويسرا واشتري بيوت في كل انحاء العالم وصيفي واخرجي واتبسطي وجيبي بيوت على الجبل بتبص على البحر ومراكب. مراكب ارجوكي يا انتصار. ما احنا هنروح من هنا لبيوتنا اللي في الجبل بمراكب، وانت فاكره هنركب طيارات زي الناس العاديين؟ وانت عشمانه قوي في عم دهب ان هو يعني يطلع، ما يمكن بخيل. ما هو عم دهب مش همه اي حاجه ولا هيركز بتاع قد كده. لا احنا هنقتله قد كده. لا حرام، عشان في ناس ثانيه بتحب عم دهب. خلاص بقى هو عايش فور ايفر. انت عايز تتجوزيه وتموتي الشخصيه الكرتونيه المحبوبه اللي اللي بقى لها 1000 سنه؟ ايوه افطسه. واخد بقى شويله هو طول عمره عجوز واحتمال يعني ما ياخدش في ايدك غلوه يعني. اوكي غالبا. وهو اهم حاجه عنده الجنيه ده. انا بقى عايزه اتجوز عبقرينو، الشخصيه الكرتونيه العبقريه عبقرينو اللي هو كان بيخترع كل حاجه وعنده اجابات لكل الاشياء وعنده حلول لكل الاشياء. يعني مثلا هخليه يخترع لي حاجه حلوه قوي قوي قوي، اكل ما يتخنش. يخترع لي اكل كل انواع الاكل نفسي فيها اللي بحب اكلها قوي قوي قوي، فاكل زي ما انا عايزه، محشي بقى وخضار ورز ورقاق وفرن وما فرن وحلو وملح. لا لسه الامال جايه والاحلام جايه. محاشي وطواجن وما تخنش، بالعكس اخس واحلو واصغر. اكتر من كده هتحلوي تروحي فين؟ لا بكبر برضو يا بدريه العاديه. لا بس برضو انت حلاوتك طاغيه. اوه لا مش بشكر فيك، انا بحقد عليك. لا لا مش انت اللي تحسديني يا بداره. طيب ده انا بنت خليها في اختراعات عبقرينو بس. لا عايزين بقى مركزه معاكي جدا. طب بصي بقى عايزين نختار. ويخترع لك طياره؟ لا 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 سيبك الكلام ده هيجي بعدين. يخترع لك مركب بتمشي بسرعه. يخترع لنا دواء؟ يخترع لنا دواء ما نكبرش، بالعكس كل 10 سنين نصغر ونفضل لغايه ما نوصل مثلا ل 25 ونثبت عليه ودواء تاني بقى يثبتنا فور ايفر. يا نهار ابيض وتجيلي الحصبه واموت؟ لا 25 هتجيلك الحصبه. ما انا هصغر اصغر اصغر. لا 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 ما هو لغايه 25 وناخد بقى دواء يثبت واعمل اللوز بقى، يعمل عمليه تثبيت كده في السن. اه تثبيت للبيبي. ويخترع لنا مثلا هدوم ما بتتوسخش فنفضل نلبسها وما بتدوبش ما نوديش بقى دراي كلين ولا نكوي ولا نصرف بقى مصاريف على الحاجات دي. لا ده عبقرين ده هيل، ده انا مش عارفه احمل فيه عبقرين. لا سيبك بقى انت من عبقرين وذهب، انا مع الكبير. معاكي مين؟ المقرمش. مين؟ المحمص. مين؟ بندق. معاكي بندق؟ لا هيخني عشان اهبل ولا بندق عبيط ما علينا. بص يا بندق عشان انا اتصدمت دلوقتي. لا ماشي ما علينا ما خلاص كتبان. انت بنت مش هبلة اصلا والله. بس اما بخاف ما مش هبلة. الراجل اللي تبعي
مش هيخونك بس ما تقفلهاش. طب هي ميولها الكرتونيه كطفله البندق. ماشي اوكي. يبقى هي اللي هبله مش الامان كله الوفاء كله يا جماعه مش هيخوني ودايما هيبقى مستنيني اخلص الحلقه اجري على بندق بندقتي حبيبتي ما تيجي نقزقز. ما هو بندق بقى جاي من المحمص اهبل. يعني الاهبل هيعرف هبله. ما غلطناش. انا مش عايزه اسمعك عماله اقول. لا لا انا عارفه انا بس بحب اريحكم. عايزين تقولوا كده انا هبله. وبندق طب تستفيدي ايه تاني منه؟ بندق ارشه على الرز بلبن. وايه تاني؟ وهيحتضني هيحتويني. وايه تاني؟ وهيحبني. انت عاطفيه قوي انا اول مره اكتشف كده. رومانسيه جدا. ليه وانا من امتى كنت ماديه؟ عشان اشوف يعني عم دهب. يعني فكرت في دهب هي فكرت في الشباب والصبا عبقرينه. بندق بندق. طب تعالوا نطلع فاصل نشوف راي الناس ايه في الشخصيات الكرتونيه ونرجع نكمل. قلتي شخصية كرتونية اختار يبقى مارد وشوشني وبو سيمبا عشان وفي علاء الدين علشان يعني مخلص قوي لياسمينة وكده وحبها من أول نظرة سبايدر مان لما بكون عايزة منه حاجة يروح يجيبها لي طاير ويرجع على طول الأمير بتاع سندريلا علشان الحب مش الفقر والغنى بيكي بحبه باتمان عشان يطير بيا وكده مثلا علاء الدين يبقى عندنا جني كمان زي الجميلة والوحش عشان الحب مش بالشخصية يعني مش بالشكل يعني نيمو عشان هو بيحب مراته وولاده بكار عشان لو اتخانقت معاه جه يضربني بقى كفو رقيق وصغنن بقى ما يضربنيش ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بنكمل فقراتنا. لو عايز تتجوزي شخصيه كرتونيه تختاري ايه؟ انا بقى كمان ممكن اختار سيمبا. سيمبا ده ابن لاين كينج. سيمبا ده يعني ايه الواحد يعمل ايه سيمبا ده؟ اولا اصل سيمبا ده اسم الكلب اللي عندي. لا يا بنتي ده على اسد في الكرتون. والله امال انا ليه عندي كلب؟ ما يعني كل حاجه عندك بتروح على هبل معرفش ايه. الاسد اللي الناس كلها فجاه تحول الى كلب عندك سبحان الله. الست محتاجه اسد في حياتها. اسد عشان يحميها من التحرش، اسد عشان يدافع عنها، اسد عشان يقعدها في البيت ويستتها وما يبهدلهاش، اسد عشان ما يخليهاش تشتغل ولا تحتك بالعالم الخارجي المؤذي، تقعد كده وكل طلباتها تجيلها لحد عندها واقف على الباب كده مش كلب واقف على الباب اسد بيحميها. بتحتمي في اسد واهلها الأسود. تخيلوا مناسبة أسد يا ناس. أنا بقى هناسب أكبر رياضي في الكرتون كابتن ماجد. كابتن ماجد ده غوي عيال. أنا غوي عيال عبقريين وكابتن ماجد. كابتن ماجد ده أولا أمور جدا. ماجد ماجد كده في نفسه شعره تقيل وناعم وبعدين رياضي فصحة برضه وبعدين باله طويل كان بيقعد ثلاث حلقات بيجري عشان يجيب الجول. يعني انت قاعده ثلاث حلقات شايفاه من اول الملعب للحلقه الثالثه لسه ما وصلش للجول. لا وممكن يرجع تاني كابتن ماجد. بعدين يرجع تاني يدخل الجول يعني في رايح جاي رايح. الولد فراك يا حرام. فده اولا رياضي فصحته تمام. يقعد معاكي بقى. لا لا باله طويل وهيبقى بيجري. لا 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 هو هيبقى بيجري بس اولا مش هيزهقك وتنرد يجي يجري وبعدين لا مش قدام الشرطة بس حليوة يوم الشرطة واقع. لا الشرطة واقع ليه؟ ما انت ما تجريش اقعد معايا يوم الشرطة طلع في ايدك. ايوه انتصار بس بصي شرطي ماجد شرطي ماجد بصي مميزات كابتن ماجد. استحي يا مرأة لقد بقيته عليا. مميزات كابتن ماجد انه اولا امور، ثانيًا رياضي، ثالثًا ماله طويل وما بيزهقش فيتحملك ويتحمل سخافتك وزهقك، ورابعًا والأهم إنه مشغول دايمًا بالكورة فمش هيزهقك في حياتك. فأنت في مميزات كبيرة لكابتن ماجد يا جماعة لازم نحطها في اعتبارنا. بطوط بقى. كنت 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 بطوط كان بيتكلم يربي العيال تعتمدي عليه. ليه؟ يربي العيال يحتوي العيال ياكل العيال يغير العيال. هو عصبي شوي بس الميزه بقى انت لما تجوعي ومفيش اكل في البيت بتذبحيه. ما هو ده يعني انت عايزه بطوط كل شهر او بطوط كل اسبوع. طب بس مين يربي توتو؟ ومين متوحشه يا جماعه والله. يعني بقول لك يبقى جوزك هتذبحي جوزك.
من الاخر. تذبحي جوزك اسبوعيا؟ اه. كل اسبوع نجيب لك جوز وتذبحيه؟ كل اسبوع محتاجه بطايه. بطوط. بطايه معايا في البيت. طب افرض علقتي بيه؟ انا الطفل ريشه بجوقه وجوزه، جوزه الجميل. اه. ومين هياخد باله من توتو وميمي واسمها ايه؟ على فكره يا جماعه بطوط. على فكره يا جماعه سندباد. الله. سندباد 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 اكوعي البحار. سندباد انا كان عندي افلام سندباد على الفيديو. لا وفي منه كرتون كمان. وفي سندباد ده يا جماعه عنده سفينه جميله ورائعه فيها واحد قوي جدا عبد اسود كده بيحميه، وعنده الفرسان بتوعه، وعنده اصدقاء، وعنده المحاربين، وعنده حيوانات اللي بتحبه، ومغامراته الرائعه، وطول الوقت عايش في البحر كانه عايش جوه عربيته في الشارع، يعني بيتحرك عادي كده من الجزيره دي للجزيره دي، ونكتشف بقى، ويروح بيه استراليا، ويروح بيه امريكا الجنوبيه، ونقف في البرازيل شويه، ونقف في البرتغال شويه، ونقف في الارجنتين شويه، وبعدين نطلع امريكا، وبعدين كندا، بعدين نروح في الصيف التلج انهم نازلين تحت على مصر. يا حياتنا كلها في الميه، واعزم صحابي واخد بدريه وارميها في المحيط الاطلنطي عشان تختفي، وبعدين اروح اجيب هيدي وارميها في المحيط الهندي عشان تختفي عشان تختفي، ونكتشف مثلث برمودا اللي بتوه فيه السفن، وبعدين كل ما بننزل جزيره نقطف بقى الفواكه الجميله ونعصرها ونشيلها على المركب. يعني دي مش هبله بقى برضه؟ ونروح بقى الجزر بقى ونجيب غزلان ونصطادها ونكن نقطعها ونجيب اللحمه الناشفه، وبعدين نبدا رحلتنا. ده على اساس ان انت فاضيه ما عندكيش كم مسلسل وكم فيلم. لا ساعه لما هرتبط بسندباد مش هفكر غير في عالي البحار. اها سندباد سندباد. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل باقي حلقتنا مع جوازنا. مع جوازنا بندق وسيمبا وسندباد وماجد وعبقرينه. ياه ده طلع الكرتون احلى من الرجاله الحقيقيين بكتير. الكرتون احلى من الرجاله بجد. يلا نطلع فاصل.